وهو الرابطة بين الأم والطفل وكيف يمكن تطويرها. موضوع عاطفي جدا وحساس جدا وهيهم كل الأمهات أو اللي هيكونوا أمهات إن شاء الله. أولا هنتكلم عن الرابطة مع الجنين في فترة الحمل. العطاء يا جماعة هو أن يقدم الإنسان الخير اللي بيملكه للي حواليه، لكن من المؤكد أن الأمومة بتتجاوز فكرة العطاء، لأن معناها أعظم بكتير. في الأمومة بتقدم الأم لطفلها روحها نفسها، عشان كده ارتباط الأم بالطفل هو أقوى وأبقى رابط على مر التاريخ. والرابطة بين الأم والجنين بتبدأ فعلياً من لحظة معرفة الأم بالحمل، وبتزيد وتقوى كل لحظة. وأول نصيحة لتقوية الرابطة مع الجنين هي أوقات الاسترخاء والهدوء. في الأوقات دي مطلوب منك فعلياً الانفصال الحقيقي عن العالم اللي حواليك لفترة من الوقت، مش وقت طويل، بس لازم تنفصلي فعلاً، والمفروض يكون كل تركيزك مع الجنين. طيب هتركزي في إيه؟ ركزي في حركته. تخيلي مثلاً هو ممكن يكون بيعمل إيه دلوقتي؟ فكري فيه بعد الولادة، هتتعاملي معاه إزاي؟ هلبسه إيه؟ هأكله إيه؟ وهكذا. وبالمناسبة دي في مفهوم خاطئ عند بعض السيدات عن أوقات الاسترخاء. المقصود هنا بأوقات الاسترخاء هو الأوقات اللي ما بيمارسش فيها أي نشاط، يعني مش في وقت الاسترخاء المفروض إنك تمسكي الموبايل أو تتابعي السوشيال ميديا، دي كده مش استرخاء، بالعكس ده ممكن يكون سبب من أسباب التوتر. طيب النصيحة التانية إيه بعد أوقات الاسترخاء والهدوء؟ النصيحة التانية هي التواصل مع الجنين، والتواصل مع الجنين بيكون من خلال كلامك معاه، كلامك معاه بكل طبيعية، اتكلمي معاه كأنه موجود فعلاً قدامك، احكي له عن يومك، احكي له قصص، قولي له أفكارك بصوت عالي، أي حاجة، المهم إنه يسمع صوتك. طيب إيه النصيحة التالتة؟ النصيحة التالتة هي إن كل شيء وكل تصرف له قيمته. يعني إيه بقى الحكاية دي؟ هقولك، يعني الأكل الصحي اللي بتاكليه له قيمته، فترات الراحة ليها قيمتها، حتى تغيير مكانك من مكان مزعج مثلاً لمكان هادي برضه له قيمته. كل التصرفات دي بتكون محل تقدير وفهم من الجنين إنك حريصة عليه وعلى كل اللي بيسبب له الراحة. طيب إيه النصيحة الرابعة لتقوية الرابطة بين الأم والجنين؟ النصيحة الرابعة هي إنك تحركي صوابعك على بطنك بهدوء، حركي كده صوابعك بحنان وبهدوء من وقت للتاني. في الواقع أنت كده بتخلي طفلك يشعر بالأمان والاحتواء. في بعض اللحظات دي ممكن هتلاقي الجنين يرد على حركة إيدك ببعض الحركات، ودي بتكون حركات الأقدام عنده، وده بيكون متوقع من بعد الشهر الخامس. ساعتها هتكوني متأكدة إن ده كان ما يشبه الحوار بينكم. طيب إيه النصيحة الخامسة؟ النصيحة الخامسة هي إنك تقضي وقت طويل وإنت بتفكري في طفلك. اعملي كده فعلا، كل اللي يخصه اتكلمي مع زوجك مثلا عن احتياجاته، بس اتكلمي بحب، اتكلموا انتوا الاتنين مش بمنطق انكم تشيلوا الهم، لا، بمنطق ان انتوا جايلكوا اعظم هدية ربنا سبحانه وتعالى بعتها لكم. فكروا في احتياجاته، فكروا في ملابسه هتجيبوها شكلها ايه وهتجيبوها منين، فكروا في سريره هيكون شكله عامل ازاي، العابه، فكروا حتى في الاسماء المقترحة له، وفكروا يا ترى الأسماء دي هيحبها أو هتحبها لما يكبر أو تكبر. فكروا في كل حاجة، بس زي ما بقول لكم فكروا بحب وبعشم في الخير والفرحة، مش تفكروا بمنطق شيل الهم. المسؤولية ما تنفيش أبداً أو ما بتتنافاش أبداً مع إحساسنا بتوقع الأمل الجميل. طيب إيه النصيحة اللي بعد كده؟ النصيحة السادسة، ممكن تحضري دروس. في دروس بتتعمل في بعض الأماكن أو حتى بعض المستشفيات بتكون اسمها دروس تحضير الولادة، ودي على فكرة موجودة دلوقتي في مصر، بيعرفوكي إيه اللي هيحصل ساعة الولادة، تعملي إيه وهكذا. وبالمناسبة الدروس دي في أوقات بيحضرها الزوج كمان مع زوجته. ممكن كمان تدوري على مراجع أو محتوى مرئي عن مراحل الحمل، وبالتالي مفيش محتوى مرئي أحلى من يحكى أن، وحلقتنا اللي اتكلمنا فيها عن الطفل شهر بشهر إيه اللي بيحصل فيه بعد الولادة أو معالم التطور اللي بتحصل بعد الولادة، وده موجود زي ما بقول على السوشيال ميديا وهنكمله إن شاء الله. دوري كمان في مراجع وفي محتوى
بس المهم يكون في دقة في المصدر أو يكون في مصداقية في المصدر اللي أنت بتدوري عليه.